بصراحة هم لعيبة جدا، بس يعني أنا جيت هنا عشان هو ده اللي أنا عايز أعمله. أنت بتحب النادي الأهلي؟ جدا. الأهلي بالنسبة لك إيه؟ جميلة، كل حاجة حلوة. نعم؟ قول كلمة طيب لجمهور النادي الأهلي. طيب أنا بشجع النادي، كله حلو بصراحة، وكله يعني نادي الأهلي أحلى حاجة أنا بحبها. مصدر السعادة. شكرا حبيبي. طيب برحب بيك يا فندم، وعايز أعرف رأيك